ما أن يبزق فجر الثاني من أيام العيد حتى يبدأ الشباب في مدينة المكلا وغيرها من مدن محافظة حضرموت الاحتشاد بصورة كبيرة وغير معد لها سلفا لإحياء ما بات يعرف بيوم الباخمر الحضرمي، وهو حدث تقليدي سنوي يقومون فيه بالتناول الأول لوجبة الباخمر اللذيذة المذاق بعد انقطاع استمر طيلة أيام شهر رمضان المنصرم. هذا اليوم طبعا عبارة عن عيد لأهل المكلا، يجتمعون ثاني يوم العيد ويكون الناس فيه فرحانين، مظاهر الفرح موجودة، يأكلوا الباخمري، تقريبا ممكن تقول عليها أنها مليونية الباخمري. وتعتبر هذه الوجبة الخفيفة والبسيطة إحدى أهم الوجبات الشعبية التي يفضل الكثير من الحضارم كبارا وصغارا تناولها مع بعض رشفات الشاي الحليب في ساعات الصباح الأولى. وجبة الباخمر لما تكون في البسط مع الشاهي تكون لها نكهة خاصة، لما تكون على الريق في البداية، انه الشخص اول ما يقوم يصحى من النوم يتناول هذه الوجبة تكون لها نكهة خاصة مختلفة عن باقي الاوقات. واصبحت مثل هذه اللقاءات الجماعية العفوية فرصة تجمع الكثيرين باصدقائهم ممن لم يلتقوا بهم منذ فترة. يوم الباخمر الحضرمي فعالية يلتقي فيها الشباب كلهم هنا في الدلة المكلا. في شباب يعني أنا شخصيا شفتهم من لي 4 سنين ما شفتهم، تلاقينا كلنا اليوم هنا. فهذا المكان وهذه الفعالية هي ملتقى لكل الشباب، من سواء من المغتربين أو الساكنين هنا في المكلا. في ناس ساكنين في المكلا ما تلاقوا من سنين، فهذه الفعالية وفرت لهم الملتقى والفرصة الجميلة أنهم يتلاقون على كاسة شاي وحبتين باخمري ويتناقشون على كل اللي فات. ويبذل بائعو هذه الوجبة البسيطة الكثير من الجهد لإعداد وتوفير طلبات زبائنهم الذين يتوافدون عليهم ويحيطون بهم طلبا للباخمري. في يوم الباخمر الحضرمي لا يجتمع الحضارم هنا لتناول هذه الوجبة الخفيفة واللذيذة، بل هم أيضا يتخذونها مناسبة للالتقاء فيما بينهم والتزاور وتبادل تهاني العيد. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.